للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي محمود الضبع. أستاذ محمود، بعد التحية، يعني توجيهات ملحة ومكثفة أطلقها رئيس الوزراء بشأن حضور الوزراء وأطقم العمل المختلفة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل مكثف، كيف ترى يعني المكاسب التي يمكن الحصول عليها من العمل من العاصمة الإدارية الجديدة؟ مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك الكرام. يمكن توجيهات دولة رئيس الوزراء بانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية ده يعتبر ان احنا امام الخطوات العملية للحياة بالعاصمة الإدارية بعد فترة طويلة من العمل على بنيانها. احنا بنتكلم على العاصمة الإدارية ليس فقط بنيان عمراني، ولكن بنتكلم على إدارة الحكومة من البنية المعلوماتية والتكنولوجية والتطبيقات والرقمنة ومنظومة عمل حديثة، وخاصة وإن احنا مقبلين على مصر الجديدة وعلى عالم جديد وعلى اقتصاد جديد وعلى متغيرات عالمية جديدة. يمكن الواحد لما بيدرس أو بيشوف اللي الدولة عملته خلال السبع سنوات ومنها مشروع العاصمة الإدارية وهو رمز لعصرنا الحديث، يعني بيتذكر أهمية هذا المشروع وقيمته الحقيقية. لو لم تكن هذه المشروعات أقيمت خلال السنوات الماضية في ظل الظروف العالمية اللي احنا بنواجهها حاليا. إذن أستاذ محمود، يعني ممكن أن نعتبر أن بدء النقل الجزئي لمؤسسات الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة من الممكن أن يؤدي إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية هناك وإنجاز الأعمال الإنشائية بشكل أسرع. بالضبط، يمكن النظرة العامة اللي الحكومة اتكلمت عليها على مجريات العمل في العاصمة الإدارية وخاصة الحي الحكومي اللي هتبدأ الوزارات تنتقد ليه خلال الأيام المقبلة وخلال الفترة القادمة، يمكن ده بحد ذاته هيسرع من عملية الانتقال الكامل خلال الفترة القليلة المقبلة أو من خلال النصف الثاني من عام 2022. يمكن زي ما بقول لحضرتك كده، منظومة العمل الحكومة في العاصمة الإدارية مختلفة عما نحن نتعامل عليه الآن، أو الروتين بمنطق أكبر أو بوضوح أكثر. نحن ما فيش تعامل بالورق والقلم والأختام والسعي ما بين الوزارات والإدارات الحكومية. المنظومة أصبحت منظومة إلكترونية وربط إلكتروني ورقمنة وتطبيقات وتعامل سريع جدا. يمكن إحنا بنشوف نماذج كبيرة جدا وخاصة بوابة مصر الحكومية وكيفية التعامل مع المواطنين بها. يمكن الحكومة من فترة قريبة وجهت لي انتقال الوزارات اللي ليس لها ارتباط بالجمهور أكثر. فبالتالي البدء في الانتقال حاليا، ويمكن كان في تحديد للعدد الموظفين اللي هيروح العاصمة الإدارية بعد تأهيلهم وتدريبهم على المنظومة الجديدة اللي هيتم التعامل بها هناك، 50,000 موظف. ده في حد ذاته هيسرع من عملية انتشار الحياة. احنا بنتكلم على حياة كاملة، احنا عمالين نتابع خلال الفترة اللي فاتت دي المشروعات المتكاملة والمرتبطة بالعاصمة الإدارية وخاصة اللوجستيات، الطرق والمينرويل والمترو والقطار السريع وغيره من الحاجات اللي هتؤدي هذه الخدمات أو هتتكاتف في الإسراع في تقديم الخدمات وانتشار الحياة بشكل كبير وموسع. لأن احنا أستاذ محمود، يعني عفوا للمقاطعة، ولكن أيضا استمرار عجلة الإنتاج وتواصل المشروعات القومية في مصر بنفس معدلاتها مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية، ويعني توقعات بتسريع وتيرة العمل في المشروعات الكبرى، كل هذا يبعث برسالة طمأنينة من مصر للعالم حول استقرار الأوضاع الاقتصادية رغم الأزمة العالمية. كيف تقرأ تلك الرسائل وتقييمك لتلك الخطوات الجادة من قبل الدولة؟ يمكن الدولة في كل مرحلة أو كل ظروف يمر بها العالم، فدايما بنلاقيها مستعدة بأجندة معينة. يمكن رئيس الوزراء خلال المؤتمر العالمي اللي عمله من كام يوم لشرح الخريطة الاقتصادية أو الوضع الاقتصادي المصري أمام العالم، ده ما بيتكلمش فقط عن الاستقرار الاقتصادي أو استقرار الأوضاع فقط، ولكن بيعطي تحفيزات لمستثمرين محليين وأجانب للإقبال على مصر. زي ما قال برضو محافظ البنك المركزي أن الاستثمار في الجنيه المصري أفضل من الاستثمار في العملات السابقة. قد تحدث كبوة لأي عملة من العملات، ولكن هذه الكبوة لن تستمر، فهي نابعة أو محيط بها اقتصاد آمن واقتصاد مستقر وحكومة على قدر كبير من المسؤولية لمواجهة الأزمات ومواجهة التحديات، وليها تجارب سابقة خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة في جائحة كورونا. وكنا الأقل دول
تعرضت للضرر الاقتصادي والمؤثرات السلبيه على اقتصادها. يمكن المشروعات بتاعتنا لم تتوقف، وده كان جزء مهم جدا وكبير من جانب الحكومه لاستمرار عمليه عجله التنميه والانتاج. ويمكن بعد تشغيل العاصمه الاداريه اظن ان الانتاج والعمل سيتضاعف، او قدرات العمليه ستتضاعف، خاصه زي ما بقول لحضرتك نحن بنتعامل مع منظومه الكترونيه وتكنولوجيه حديثه. أشكرك. ليست بالروتين اللي كان بيعطل او بيعيق وصلت فيه وجهه النظر. واشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي محمود الضبع.